بابا ايه النور ده كله؟ اهلا يا حبيبتي، ده نورك. بابا جاي يتكلم مع ماما شويه. ادخل. ماما، بابا جاي يصبح عليكي. فريد، صباح الخير يا مريم هانم، ولا تحب اقول صباح الخير يا مطارق؟ صباح النور. خير؟ ما قلنا لك يا ماما انه جاي يصبح عليكي. استريح يا بابا. اجيب لك قهوه على الريحه. ممكن اتكلم معاكي لوحدنا من غير الولاد؟ طب انا هقول لبتاع المفيه. يلا حنان، وانا هوصيهم تبقى على الريحه. نعم يا فريد، عايزني في ايه؟ عايزك تبقي ام بجد. ام بجد؟ انت جاي بعد 20 سنه من تربيتي لاولادي، لما كبروا بقوا يشرحوا القلب، تعلمني اكون ام بجد؟ امال انا كنت ايه؟ ام كده وكده، بهزر معاهم، عشان كده طلعوا ادب وتربيه واخلاق. ايه ده؟ بشويش عليها شويه. مالك خدت كلامي في سكه تانية كده بعيد؟ انا ما قصدتش كده خالص. اسمع يا فريد، انا ما بقتش العيله الساذجه بتاعت زمان اللي مش فاهمه اي حاجه في الدنيا. انا بشتغل في السوق بقالي سنين، واقدر افهم معنى كلامك كويس قوي. واضح انك ما فهمتيش كلامي خالص، ولا انت بنت سوق ولا حاجه. اتفضل قول. سامح. انا اقصد اني عايزك تبقي ام، يعني تحس باحساسي كاب، عايز يعوض ولاده عن سنين الحرمان اللي حرمنا فيها من بعض، لاني حاسس من ساعه ما ظهرت بقى في توتر بينك وبين الولاد. هما اشتكوا لك؟ لا، بس سايبانك للبيت هو اللي اكد لي كده. القهوه يا ابني. طب والنبي يا عم عبده، دخلها بسرعه الله يخليك. من عينيا. تفتكر علاقتنا بينهم ممكن تتصلح؟ ان شاء الله. وبناء عليه لازم نقلل الوارد من الصنف ده، لا اما نلغي القسم كله، ده مع الوقت هيعمل لنا خساره. لا خساره ايه؟ احنا مش عايزين خساره. ايه ده؟ مالكم واقفين كده ليه؟ كانكم مستنيين حاجه. يعني حاجه زي كده. احمد بيه، كويس ان لقيتك. الهانم مستنياك جوه معاها واحد، عاوزينك ضروري. عايزين مين؟ عايزين احمد بيه. حاضر ماشي، عن اذنك يا استاذ. اتفضل يا مستر احمد. اتفضل. انا مش فاهم حاجه. ايه المفاجآت الجميلة دي يا عم؟ نورت السنتر كله والله. متشكر يا أحمد. أحمد، الأستاذ فريد عايز يتكلم كلمتين، وطالب إنهم يكونوا في حضورك. أنا مش عارفة هما إيه. اتفضل يا عم. خير؟ دلوقتي يا أحمد صعب أنا وولادي نفترق. أنا مصدقت اللي لقيتهم. طبعًا يا عم، ومين قال غير كده؟ ربنا يخليكوا لبعض. ويخليك يا حبيبي، بس أنا حاسس إن علاقتي بولادي بقت مضايقة منطق. عشان كده انا طلبت انك تيجي، لانك طرف محايد وهتحكم بيننا بالعدل، وانا متاكد ان اللي هيرضيك هيرضي مامتك كمان. احكم في ايه يا عم؟ اللي حضرتك بتتكلم فيه ده شيء بديهي، وعلاقه حضرتك بولادك حاجه تخصكم، زي ما علاقه ماما بولادها حاجه تخصهم برضو. لا انا ولا حضرتك نقدر نحكم في ده. سوري يعني. كلامك موزون على الشعره، ربنا يحميك يا احمد. عشان كده انا كنت عايزك تحضر معانا القعده دي. احمد، انا عايز اخش حياه ولادي، وعايز يخشوا حياتي، وعايز احل مشاكلهم. تصور علاقتنا ببعض كاننا ضيوف، يجوا لي الاوتيل وبعدين يروحوا، كاننا بنسرق اللحظات دي. وانا مش عايز اعمل حاجه تضايقك يا مريم. وانا ايه اللي هيضايقني؟ ماما، ممكن اقول رايي بس تاخدي بيه؟ طبعا يا حبيبي هاخد بيه، انا بثق في ارائك. حضرتك يا عمي تتفضل تيجي البيت في اي وقت، تقعد مع اولادك وتشبع منهم وتتابع كل تفاصيل حياتهم عن قرب. يا ماما، طب افهمك وجهه نظر. مش عايز اسمع منك حاجه. انت انتهزت فرصه ان انا بكبرك قدام الناس، وما بحبش اكسر لك كلمه، واتجوزت كل الحدود اللي في الدنيا. يا ماما، حضرتك مش مداني فرصه افهمك ان اللي انا عملته ده اصلا كان لمصلحتك. مصلحتي؟ انا اضرب مصلحتي؟ على اخر الزمن هيجي اصغر ولادي وياخد قرارات بدل مني وفهمني ان ده لمصلحتي؟ وانا اقدر برضه يا ست الكل؟ ده انا ماشي في حياتي كلها بشورتك وبكلامك، ازاي بقى هقرر بدالك؟ انا عايز حضرتك بس تسمعي وتحكمي، ولو ما اقتنعتيش بالكلام
انا مستعد اتحمل المسؤوليه واسحب كلمتي قصاد الراجل. مش عايزه اسمع حاجه. ارجوك يا ماما عشان خاطري وحياتي عندك تسمعيني. اتفضل قول الكلمتين اللي عندك، خليني اغير هدومي واتخمد انام. اخواتي محتاجين باباهم زي ما هم محتاجين لحضرتك بالظبط. انا اللي ربيت وكبرت وسهرت وتعبت انا. طبعا ومحدش قال غير كده، بس لما حضرتك تفضلي بعدهم عن باباهم وبعد باباهم عنهم طول ما الممنوع مرغوب وهيجروا عليه. عارفه ليه؟ مش عشان هو اغلى منك ولا حاجه، بس عشان الغربال الجديد له شد، وحضرتك بقى بعقلك الكبير لازم تخلي شده الغربال دي قصاد عينيكي مش بعيد عنك، الا بقى هيجروا عليه ويعيشوا معاه، وساعتها بقى القانون والشرع هيبقى معاهم. طب ما انا بخليهم يشوفوه بعلمي ومن غير ما ابين لهم ان انا زعلانه زي الاول. ماشي، بس لما يبقى هنا بقى وقصاد عينك ده هيأكد اكتر، وبعدين كمان حضرتك هتبقى شكلك قدامهم انك واثقه من مكانتك ومش خايفه بقى من اي حد يأثر عليهم. هي وجهه نظر برضو. انا لما قلت له كده كان قصدي اوصله ان هو ضيف ومحتاج دعوه عشان يخش البيت، وان انا وحضرتك مش خايفين من قربه لاولاده. يعني انا اللي وصل لي ان انا اللي ضيفه، وانت عشان الشقه باسمك بتتحكم في مين يدخل ومين يخرج. يا ماما انا ماليش غيرك في الدنيا كلها، وفي نفس الوقت مش عايزه احسس اخواتي ان هم ضيوف او ان انا عقبه في علاقتهم بابوهم. انا مش عايزه اخسرهم يا ماما، دول اخواتي. حبيبي يا حبيبي.